لا هو احنا كنا نتذكر الملاحظات اللي ابداها مجلس النواب العراقي تجاه الموازنه، نعم. بل بعضهم بعض الملاحظات ابداها هو مجلس النواب وادخلها الى الموازنه، واعترضت وزاره الماليه وقالت ليس، يعني صرحت عده تصريحات وزيره الماليه بانه ليس من حق مجلس النواب ان يعطي ملاحظات او يعني يعشق الموازنه باراء وافكار من عنده. لذلك الحكومه ارادت ان لحد الان تعطيل الموازنه بهذا السبب، سبب فني، تريد ان تضع افكارها اللي حطتها قبل بالموازنه، وتريد ان تخفف تاثيرات مجلس النواب على هذه الموازنه. طيب. لذلك التاثير فني واداري ليس طيب. الا فني، لكننا وصلنا الى نهايه السنه الماليه، يعني كما قال استاذ علي باختصار شديد لو سمحت. واحنا عندنا يعني اموال الطوارئ، عندنا الاموال الكذا، عندنا اموال يعني موجوده عند الدوله العراقيه، هي مو فقيره، عندها اموال، لكن هي ممكن ان بعد ان تنتهي من هذه الاشكالات الفنيه ممكن ان تطلقها. كذلك يعني احنا بالتزامن مع اجراء انتخابات وغيره، هسه هذا يعني مو سبب رئيسي، لكن السبب الرئيسي هو وجود الاشكاليات والخلافات اللي بين وزاره الماليه وبين مجلس النواب. عندما تحل هذه الاشكاليات طيب. سوف تطلق بالتاكيد الموازنه الى المحافظات. طيب.